نتكلم عن الهيباتيتس بي وسي، ان هم متقاربين لحد كبير. الاطفال اللي طبعا بيبقى بيقابلونا كبيدياتريشن وفيهم هيباتيتس بي او سي، احنا ممكن نتعامل مع هيباتيتس اي اكتر عشان هو سيلف ليميتنج وما فيش كومبليكيشن، يعني كومونلي بتبقى رير اكتر. لكن هيباتيتس بي وسي برضو لازم ممكن ناخد راي حد يكون شغال في هذا المجال. لكن نبقى عارفين برضو ان في مجموعه من الانفستيجيشن الاساسيه، وطبعا اشهرهم واهمهم طبعا هي الهيباتيتس بي سيرفيس انجن الاي جي ام والاي جي جي والهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، دي طبعا اهم. ليفر فانكشن تيست، ودي برضو من الحاجات المهمه اللي هي الالت والاست والالبومين، طبعا دي ممكن بنعملها كاسسمنت للستيتس بتاع الليفر. وطبعا ممكن ريفير لما بيبقى عنده هيباتيتس بي سيرفيس انجن، ده معناه اللي هو في انفكشن شغاله سيرفيس انتي بودي، يبقى هو عدت عليه انفكشن اميونيتي سواء من او من الفاكسين. وطبعا الفاكسين له بروتكتيف كبيره جدا. هو الهيباتيتس فاكسين بي فاكسين بيطعم اوريدي في مصر من سنه يمكن 92، وبيتاخد ريجولر في السكيدول بتاع التطعيمات الاساسيه، وكان بيتاخد سنة شهرين واربعة وستة. ونضيف كمان الجرعة الصفرية من سنة 2015 عشان نتجنب قصة ان الام اذا كانت كارير ولا مش كارير وعارفة او مش عارفة ايه ريكومنديشن بتاخد في زيرو داي. فمصر من 2015 بقى لنا 6 سنوات كل المواليد بياخدوا في زيرو داي زيرو دوز، الحقيقة الافكاسي بتاعها عالي جدا وافكتيف جدا في بريفنشن او هيباتيتس. ودي بالتالي اما بلاقي هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي مش عارف اذا كان اميونيتي دي جايه من انفكشن ولا من فاكسين. الاي جي ام والاي جي طبعا دي ممكن تبين، الاي جي ام طبعا ريسنت انفكشن والاي جي طبعا باست انفكشن. مين بقى اللي احنا ممكن نعمله سكرينينج ونعمله التيست اللي عليها دي؟ الناس الكونتاكتس للمرضى اللي هم كونفيرمد عندهم كيوت او اكرونيك هيباتيتس بي. المهاجرين طبعا زي ما بيجينا مثلا من دول عربيه شقيقه او دول تانية وفي هجره بتحصل بسبب عدم استقرار الاحوال السياسيه، فممكن طبعا برضو الايميجرانتس بنحاول ان احنا نعمل لهم سكرينينج لهيباتيتس بي. والاطفال اللي بيبقوا بورن هيباتيتس بي بوزيتيف وومن هو كومبليتد فاكسينيشن كورس ايج 12 مانث. الفولو طبعا بالهيباتيتس بي سيرفيس انجن سيرف بوزيتيف تشيلدرن، سلبي بيبقى كل سنه مره، لو ايجابي بيبقى كل 6 شهور مره، ولو ابنورمال ليفر فانكشن طبعا ما تسيبوش اكتر من 3 شهور ولازم تتابع ليفر. الاسسمنت طبعا فولو اب بيتضمن الكلينيكال اسسمنت، وطبعا البيشنت جوندس في هيباتوميجالي، اي كلينيكال فايندينج نلاقيها تدل على ان المريض ده فيه حاجة تحتاج متابعة أكتر أو في كومبليكيشن تحتاج أن يبقى يتعملوا ريفيرال، دي أهم في الموضوع. طبعا الهيباتيتس بي دي ان اي بي سي ار فيرال لود دي طبعا من الحاجات اللي في الحياة مهمة جدا للسنسيفيتي عالية جدا. ليفر فانكشن تيست والفول بلاد كاونت كواجيليشن بروفايل مهم جدا اللي بيحصل الانجمنت مع الهيباتيتس، الالفا فيتو بروتين، الالترا ساوند بيتعمل كل 5 سنوات عشان نشوف فيها ولا لا. وطبعا لو في فاميلي هيستوري ان في ليفر كارسينوما ريجولر وبيتعمل له قياس الالفا فيتو بروتين سنويا وممكن فايبروسكان لو افيلبل. الهيباتيتس بي طبعا المانجمنت بتاعه لو ليفر فانكشن او الفا فيتو بروتين اب نورمال او فايرال تيتر رايزنج بنتواصل مع حد في الاريا، اللي طبعا الهيباتيتس بي زي ما احنا بنتنقل هيماتولوجيكالي. والهيباتيتس سي التست بتاعته برضو الهيباتيتس سي فيروس بودي في الاعمار اللي فوق 18 شهر، هيباتيتس سي فيرال بي سي ار دي فيروس انتي بودي بوزيتيف. نعمل سكرينج الاطفال اللي هم الامهات عندهم هيباتيتس سي، نعمل كروس كونتاكت للمرضى، ونعمل للناس برضو المهاجرين زي ما قلنا. الاكشن طبعا لو نيجاتيف الهيباتيتس سي فيروس بودي نيجاتيف يبقى مفيش انفكشن فيه، لو بوزيتيف ونشوف البي سي ار لو نيجاتيف في 2 سامبل بنعتبر ان احنا مفيش انفكشن.
أول نباتات السي بي سي آر بوزيتيف نشوف إذا كان طبعا الجينوتايب بتاع المريض. طبعا في مناطق بتبقى محتاجة تشيك أكتر من غيرها عشان حاجات كليمتري، وبنرجع بالتالي ريجونال الفرق. طبعا المتابعة هترجع لنا احنا كبيدياتريشن كلينيكالي، ونطلب لهم التحاليل. الكلينيكال اسسمنت هيباتيتس سي فيروس بي سي ار عشان نشوف الفيرال لود، ليفر فانكشن تيست، ويتعمل برضو ليفر الترا ساوند زي ما قلنا في الليفر.